أنا عندي 27 سنة تقدم لي شباب كتير ومش لاقي الشخص المناسب، برفض وبترفض، معظم اللي حواليا شايفيني مغرورة وتنكة. ربنا عطاني شكل جميل، بيقولوا لي مغرورة عشان شكلك وطلباتك عالية قوي، لأن أنا برفض أي شخص بيشرب سجاير أو بيرة وغيره، برفض أي حد علاقته بالكنيسة في المناسبات وبس، وأي حد ملوش أب اعتراف أو حد مش معاه مؤهل عالي. بخاف من الفروق تعمل مشاكل، برفض أي حد يسافر بره وفي الهجرة، لأن إزاي هتعرف عليه من خلال النت؟ وأنا مش بحب الغربة، مش بطلب يكون غني، بطلبه يكون معين نظير ونوصل للسماء. بس الفكرة إن يظهر دي بقت بعيدة عن شباب كتير قوي اليومين دول. لا، ربنا هيبعت لك بحسب سؤال قلبك، طالما أنت عايزة بيت يكون فيه ربنا وشريك من يد الله. بس خلي بالك إن كل ما بنحط عوائق في الاختيار والمصفى بنضيقها، الفرص بتقل. يعني ممكن يكون إنسان مثلا، يعني عرفتي إنه بيشرب بيرة مرة في الأسبوع مع خروجات أصحابه، معنى كده مش بيشرب بيرة كل يوم. فلما نتعرف عليه ونلاقيه إنسان طيب وعنده استعداد يعرف ربنا، ونقول له لا أنا مش حاسة إن أنا عايزاه يكون بيشرب بيرة، يقولك لا قوي قوي دي حاجة مش أساسية، أنا ممكن أبطلها من بكرة. طب ما ده يبقى كويس، يعني أنت حكمتي على عنوان أو جواب من عنوانه من غير ما تقري الجواب. اقري الجواب وإدي نفسك فرص علشان برضو الفرص ما تنحسرش. فرضا لقيتي واحد صحيح ملوش أب اعتراف، وبعدين سألتي يقولك أصلا كان أب اعتراف اللي مربيني تنايح من 4 سنين وجربت كاهن واتنين ومرتحتش فبطلت اعتراف. لا، هو مش رافض فكرة الاعتراف، هو مش موفق في اختيار أب اعتراف. فادخلي ديبر أكتر، عشان أنا خايف تكوني بتضيعي فرص. لكن أنا موافق إن مش هناخد واحد ملوش علاقة بربنا، أو واحد يجرجرك بره دايرة ربنا، أو واحد حياته كاس وسجارة. لا، أنا ما قلتش كده، بس أنا قلت إن في ناس بيبقوا شوية بوردر لاين، بشوية تشجيع بيجوا، بس يكون إنسان من جواه طيب وفي قلبه مخافة الله. مش بالضروري يكون خادم، مش بالضروري يكون شماس. في ناس بتحب ربنا وطيبين مالهمش لقب جوه الكنيسة، وسابقين بكتير قوي ناس جوه الكنيسة. فما تقفليهاش قوي عشان ما تندميش قوي، وما تتنزليش قوي مهما كان الضغط اللي حواليك، لأن انت اللي هتتجوزي.